مزيد من التفصيل والتحليل معي الأستاذ حسام المندو، عضو لجنة التعليم. سيادة النائب مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. طيب، يعني ملف التعليم يمكن من أهم الملفات التي حرصت الدولة، يمكن بيان الحكومة وبرنامج يعني رئيس الوزراء الجديد يشمل على العديد من يعني مواجهة التحديات في هذا الملف. أبرز ما استوقفك في ملف التعليم والجديد الذي طرحته الحكومة من خلال برنامجها هذه المرة؟ هو ما فيش شك ان ملف التعليم وانا بعتبره من اهم الملفات، هو يمكن العماد الاساسي ولباقي الملفات. ان احنا بنتكلم على برنامج مهتم ببناء الانسان، لما نتكلم على بناء الانسان يبقى اول نقطه بنتكلم فيها هو التعليم والصحه وثم الحمايه الاجتماعيه وكل الكلام ده. التعليم ملف مليء حقيقي بالتحديات، ده بنقول التعليم مش ملف وزاره فقط ولكن ملف مجتمع بالكامل. الوزارة الجديدة جاية وتحمل الكثير من يعني التحديات اللي موجودة، وفي نفس الوقت احنا كشعب مصري وممثلي الشعب احنا منتظرين حقيقة حلول لهذه التحديات المتمثلة في الكثافة، المتمثلة في احتياج للمعلمين، المتمثلة في تطوير المناهج، المتمثلة في شكل الثانوية العامة الجديد، المتمثلة في التعليم الفني، حاجات كثيرة جدا 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 فيها. نتمنى ان شاء الله التوفيق للحكومة. شفنا يمكن في البرنامج من اهم النقاط اللي شفناها هو الاهتمام بالتعليم الفني، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا نعتبر التعليم الفني حقيقي هو قاطره للاقتصاد المصري اللي هو جه في من اهم المحاور الموجوده في هذا البرنامج الاقتصاد التنافسي. فبنقول هو برنامج متكامل، نتمنى ان نجد بقى في مجلس النواب باستمرار تقارير بتقول احنا فين دلوقتي ورايحين فين ووصلنا قد ايه، مؤشرات لقياس الاداء باستمرار. انتهينا من مرحلة جدا جدا في البناء، المرحلة دي هي مرحلة الاهتمام بالإنسان والاقتصاد التنافسي. طيب، الاهتمام، يمكن حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، الاهتمام بالتعليم الفني، وخاصة انه في برنامج الحكومة ايضا تحديات في مجال الاقتصاد بشكل عام، الاقتصاد المصري في مجال الصناعة، في مجال التجارة، في كافة المجالات، وهناك اصلاحات هيكلية في كافة القطاعات. يعني كيف يتم التكامل ما بين التعليم واخراج كوادر فنية متخصصة في الارتقاء بالصناعة او المجال التجاري مثلا؟ الحقيقه هو ده كلام مهم جدا. هو التعليم عمره ما كان غايه، التعليم وسيله، فهو وسيله. احنا لما بنتكلم في ان التعليم بتاعنا بيصلنا بالخريج لاحتياجات سوق العمل المرتبطه بالتنميه، ونحن الان نتكلم على تنميه صناعيه وتنميه زراعيه، يبقى لازم اربط برامجي وشهاداتي وتعليمي الفني بالذات بالتنميه المطلوبه في المجتمع. احنا سوق العمل محتاج ده، فبالتالي انا منتظر يبقى خريج التعليم وخاصه التعليم الفني من خلال برامج محدده بشراكات صناعيه موجوده يؤهل المتعلم لسوق العمل دي. هنا المتعلم هيخرج جاهز لسوق العمل الصناعي ويساعد في التنميه الصناعيه. صحيح. حسام، ايضا من اهم المحاور يمكن بناء الانسان وتعزيز رفاهيه الانسان المصري. طيب، إذا ربطنا ذلك بالمعلم المصري، الارتقاء بالمعلم المصري نفسه، إحساسه بالرضا من خلال توفير حياة كريمة له بكل الأشكال والأدوات التي تمتلكها الدولة، يعني حضرتك شايف هذا التكامل من الممكن أن يؤدي إلى ماذا خلال المرحلة القادمة في مناخ تعليمي أو توفير مناخ تعليمي جيد في مصر؟ يعني احنا بنتكلم إذا عاوزين تعليم جيد يبقى لازم نهتم بمعلم جيد، وعشان يكون في معلم جيد لازم نوفر له يعني هنقول مش الرفاهيه ولكن نوفر له الاساليب الحياه واساليب التعلم واساليب التدريب وبرضو الماده. فبنتكلم هنا في حد ادنى للمرتبات، بنتكلم هنا في تدريب وتطوير للمعلم، بنتكلم هنا في تقدير معنوي مهم جدا جدا للمعلم، ان لازم نظرتنا كمجتمع للمعلم تكون هي النظره الحقيقيه لقيمه وقدر المعلم. في الحالة دي إذا عندنا معلم يعني متميز بهذه السمات نضمن وجود عملية تعليمية منضبطة. إذا تمت الاهتمام بالمعلم وحطينا البرنامج الدراسي المرتبط بتطوير أو متسق بسوق العمل، يبقى احنا كده عملنا المعادلة الصعبة في التعليم، المعلم والبرنامج الدراسي والمتعلم. هنخرج للمجتمع خريج بسمات معينة يساعد في التنمية المطلوبة اللي هي التنمية المستدامة حسب حتى ما جه في البرنامج الحكومي.
الارتقاء بالمجتمع وتحقيق الرفاهيه مرتبط بالتكنولوجيا. يعني يمكن تاكيد السيد الرئيس اكثر من مره على التحول الرقمي والرقمنه والتطور التكنولوجي، وهناك اتفاقيات مع العديد من الدول في هذا الاطار. يعني انشاء 60 مدرسه او جامعه تكنولوجيه، هل نمتلك الادوات الان البشريه والتقنيه للوصول الى هذه النقطه، ام هناك ملاحظات من نواب البرلمان حول هذا الموضوع؟ انا خليني اقول لك ان برضه ما فيش ملف بدون تحديات على فكره، لكن احنا حاليا نمتلك الاراده الحقيقيه من خلال انشائنا للعديد من الجامعات التكنولوجيه دلوقتي والمدارس يمكن برضه التكنولوجيه والمعاهد التكنولوجيه والبرامج العديده المرتبطه بالتكنولوجيا المسؤوله عنها حتى وزاره الاتصالات. هنا برضه في تكامل بين وزاره الاتصالات ووزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي. هو ده التكامل اللي احنا محتاجينه الفترة القادمة، اللي ربما يكون من أهم مخرجات الحوار الوطني. ويمكن أنا شرفت بحضور كذا جلسة مرتبطة بملف التعليم، اللي هو وجود مجلس أعلى وطني للتعليم والتدريب يجمع بين كل الهيئات المعنية بالتعليم دي. التكنولوجيا هو وسيلة مهمة جدا 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 حتى برضو نحدث رفاهية في المجتمع ونكون في سباق الدول المتميزة، ولكن هذا برضو تحدي من ضمن التحديات. الجامعات التكنولوجية حاليا هي بنية أساسية تعليمية موجودة بقوة. أنا حقيقي بدعو كل المصريين المهتمين بهذا الشأن يزوروا الجامعات دي، هيلاقوا يعني صرح كبير جدا تعليمي. ولكن بنتكلم بقى على برضو المعلم الموجود، الخريج وسوق العمل، دي اللي محتاجة ربط كل الجهات ببعض عشان يبقى الخريج يشعر فعلا باحتياج سوق العمل ليه ويشعر بتقديره المادي والمعنوي. في التعليم من البدايه، يعني من فتره الحضانه اعتقد التعليم التكنولوجي حتى يستطيع الجيل ان يتواكب مع الامور التكنولوجيه، وخاصه اذا يعني يمكن تجربه التابلت في المدارس لاقت بعض الرواج لدى بعض الطلاب والبعض الاخر لم يلقى لديه الرواج المناسب، حتى الاسر نفسها في التعامل مع هذه الوسيله. يعني برأي حضرتك يعني كيف تكون هناك خطه واضحه لهذا الامر؟ اذا عملنا برضو تابلت وعملنا التواصل التقني ده وبدون بنية تحتية خاصة بالتكنولوجيا، الموضوع هيبقى فيه إعاقة، وده اللي حاليا الدولة بتشتغل فيه. يمكن هي عدت بنية تحتية للتكنولوجيا من كابلات وشبكات وفايبر أوبتكس وكل الأمور دي كلها بشكل قوي جدا في الأعوام السابقة. هنا يبقى حاليا دلوقتي إعداد المعلم على استخدام مثل هذه التكنولوجيا، لأن حقيقة الأمر برضو العملية التعليمية بدون معلم فاهم كويس جدا هو بيعمل إيه، فاهم كويس جدا هو عايز خريج بأي شكل، يبقى مش هنصل برضو للمستهدف بتاعنا. بداية تطبيق التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المتميز إن هي تيسر لنا من الوقت والإمكانات وتوفر لنا مصادر تعلم مختلفة وسهولة في التواصل مع أطراف العملية التعليمية، إذا المعلم ربط كل الأمور دي ببعضها من خلال استخدام الآلة اللي معاه اللي هو التابلت، الطالب في الحالة دي هيجد ارتياح لهذه الوسيلة في التعليم. البحث العلمي بقى وتوربطه ايضا بسوق العمل وتحقيق التنميه، هناك مجالات يعني او مجالات من الممكن ان نستفيد بالبحث العلمي فيها، مشروعات تخرج حتى لبعض العديد من الطلبه والطالبات من الممكن تنفيذها على ارض الواقع، يعني تحدي امام هذا الموضوع. انا وصلنا قلت كلمه تحدي لان احنا بالفعل عندنا ابحاث علميه رفيعه المستوى محترمه جدا 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 مرتبطه بالواقع ومشاكل الواقع. المفروض بقى برضو ده ما نتمناه من الحكومه الجديده وما ننتظره من الحكومه الجديده، ان هي تربط ما بين مخرجات البحث العلمي اللي خرجت في الصناعه والزراعه وكل الامور دي كلها حتى تنفذ وتمكن انها تطبق على ارض الواقع، فبالتالي تستفيد منها الصناعه والزراعه اللي احنا حاليا الفتره اللي المفروض كلنا منتظرينها، نشعر بقى بان احنا بنجني ثمار ما بنيناه سابقا في المجالات دي كلها. شكرا جزيلا سيادة النائب حسام المندوب عضو لجنه التعليم، شكرا يا فندم على هذا اللقاء.